طب ليش انا قررت اشرح عن الكروم الخضراء مش عن الزرقاء او في الوان ثانيه اذا ما بتعرفوا عنها زي الكروم السوداء بلشت بالساحر جورج ملييز او حتى بالكروم الصفراء ايام ديزني؟ ليش ركزت بس على الخضراء؟ لانه هي الاكثر شيوعا واستخداما واللي معروفه بين الناس مش بس بين المصورين المبتدئين او المحترفين. فانه اي حدا خلص بده يجيب عنده كروما على شركته مثلا يصور فيديوهات ويفرغ الخلفيه خلص بفكر باللون الاخضر. فانا هدفي بهذا الفيديو افيد هاي الفئه من الناس المصورين المبتدئين والشركات اللي بتجرب الموضوع الكروم بشكل جديد. اما ايش الفرق الرئيسي بين الكروم الزرقاء او الخضراء حتى بالسينما؟ في فيديو مفصل نزلته على اليوتيوب حبايبي بتقدروا تحضروه وتشوفوا شو الفرق بين الاثنين. لكن انا بنصح بشكل عام تبعدوا عن الكروم الخضراء حبايبي، لها مساوئ كثير، وتستخدموا الكروم الزرقاء رح تريحكم كثير بالشغل. بدون اي تاخير خلينا نبلش بالفيديو. اكثر الاخطاء شيوعا اللي بشوفها عند المبتدئين اللي هو لما يجي يصور الموديل على الخلفيه الخضراء بيكون الموديل ملزق بالخلفيه، وهي انا متفهم سببها انه بيكون عنده بس اضاءتين بروح بضويهم على الموديل وعلى الخلفيه، فبيكون المسافه بين الموديل والخلفيه تقريبا نص متر. طب وين المشكله هون يا ليو؟ اول مشكله انه هيك انت ما بتقدر تفصل اضاءه الخلفيه عن الموديل، لانه لازم يكون اضاءه الخلفيه لحالها طلعوها هذول الضوين بس على الخلفيه مش علي. الكي لايت اللي علي مفصول عنهم وطلعوا الخلفيه اضاءتهم لحال، فبدك تنتبه انه اضاءات الخلفيه ممنوع توصل الموديل، هذول باك جراوند لايتس. هذا الخطأ بدك تنتبه له، سببه انه الموديل كثير ملزق في الخلفية. هذا اولا. ثانيا اللي بيصير انه اللون الاخضر جدا عاكس، يعني لو لون ازرق بمشي لك اياها، بس اللون الاخضر جدا جدا عاكس، هو اكثر الالوان انعكاسا، فهون انا قادر اشوف على ايدي كلها لون اخضر، فحتى لو لغينا الخلفية من وراي راح يظل عندي على حواف الجسم على الداير في هيك اشي اسمه كلر سبيل، لون اخضر مزعج للعين. فشو الحل؟ إذا بدك تصور على كروما إن كانت زرقاء أو خضراء، أنسب إشي إنك تمشي على الأقل ثلاث خطوات، 1 2 3، تبعد عن الخلفية، بعدين بتضوي ضوء على الموديل لحاله بعيد عن الخلفية. هيك أنا بضمن إنه أنا بعيد 3 متر، يفضل 4 متر عن الكروما الخضراء، هيك الأخضر مش واصلني هون وما راح يعطيني الحواف المزعجة على جسم الموديل. كمان خطأ شائع بشوفه عند المبتدئين لما يصوروا الموديل بده يبين جسمه كامل على الكروما، فبيمدوا الكروما تحتيه بتصفي الأرضية والخلفية كمان. ما بدي أحكي على الخطأ إنه لازم تكون الزاوية منحنية مشان يريح علينا بالمونتاج، يعني أتوقع هاي صارت مفهومة. بدي أحكي عن خطأ توزيع الإضاءة اللي بصير. زي ما أنتم شايفين هلا عندي على الأرض ضوين الضوينهم على الخلفية، الباك جراوند لايتس واصلين على جسمي وعم بيعطوا ظلال حادة عم ترقص معايا نفسها على الخلفية. هذا أولا. ثانيا الكي لايت اوكي ضاوي وجهي تمام، لكن عم بيعطي ظل خفيف على الخلفيه مشان اشوف تاثيره. خليني اطفي الباك لايت تشوفوا كيف طلعوا هذا الظل قد ايه غامق. اول شيء المفروض انه احنا نضوي اضاءه على الخلفيه لسببين، الاول انه الكروما تكون مضويه بشكل صحيح، وثانيا الاضاءات اللي على الباك جراوند بتلغي كل الظلال اللي موجود عليها، فهذا بريحنا بعمليه المونتاج. بس وين المشكله اللي بتصير؟ انه الاضاءات اللي على الخلفيه عم تضوي على نفس الموديل، هيها واصلتني انا قادر اشوفها، وبتعمل ظلال حاده سيئه جدا هاي بالمونتاج. طيب شو الحل يا ليو؟ يعني لو بعدتم عني تطلعوا الأرضية تحتي هيك ما بتكون مضوية صح لو بعدت الإضاءات عنها، فبدنا نلاقي طريقة إنه نضوي الكروما والموديل بطريقة صحيحة وبنفس الوقت الظلال تكون شبه معدومة. هاي بدها حل إبداعي جدا مش مني، علمني إياه سيد علي كتاني أبو عزة الله يرحمه. قال لي يا ليو موضوع إنه أنت بدك توزع الإضاءة قد ما تقدر تشتتها وبنفس الوقت تكون بالتساوي على الموديل والخلفية، والطريقة البسيطة مشان نعمل هاي الحركة إنه نضوي الإضاءات لكن على السقف مش على الموديل. فأنا عندي هون الضوء، طلعوا شو الفكرة، فبدل ما أضويه على الخلفية مثلا ويعطيني ظلال حادة بضويه على السقف، طلعوا كيف زي هيك. هلأ الإضاءة بتتشتت وتصير على السقف وتصير ناعمة وضعيفة، فراح أضطر هيك إني أروح على الكاميرا وأرفع الآيزو وأعدل إعدادات الكاميرا. هاي هيك أنا عم بزيد الإضاءة، لسه هذا الضوء واحد بس ضاوي على الموديل وعلى الخلفية، طلع الظل شبه مخفي بيكون تحتي ناعم جدا. هلا لما اضوي الضوء الثاني راح نزيد اضاءة المشهد ككل ونعمها بزيادة، فتطلعوا هسه كيف صارت الكروما مضوية بالتساوي من فوق لتحت بالكامل، الظلال اللي عند رجلي خفيفة جدا بتسهل علي عملية التفريغ بالمونتاج. فتقريبا هيك السيت اب جاهز. بتضل مشكلة بسيطة انه انا وجهي لسه معتم، فهون انا بضطر اني اضوي كي لايت زيادة على وجهي بس مشان يلغي الظلال اللي موجودة هون زي هيك، وهون برجع بعدل الايزو عبين ما يتناسب مع المشهد. هلا هون انا معضلتي انه الكي لايت صار كثير قوي فعم بيعطي ظل، فبدا اخففه وارجع ارفع ايزو على الكاميرا، تمام؟ فهلا انا بدا اخففه، بدا اخليه مثلا 50%، ونجرب هلا نرفع الايزو
الدبل. لسه في ظل نفس الحركة، بحاول أنزل الكيلايت وأرفع الآيزو. هاي عم بنزل قوة الكيلايت والآيزو بنفس الوقت عبين ما يختفي الظل. لاحظوا إنه صار شبه ملغي، خفيف جداً الأوباسيتي تاعته. آخر حركة هيك ممتاز. طلعوا، أنا وجهي مضوي، الخلفية مضوية، في ظل خفيف ناعم مش حاد. هلأ لما أجي أفرغه بعطي أمر للبريمير أي لون أخضر بالخلفية الغيلية، وهي طريقة الإضاءة الصح للكروم الخضراء، وهي الأقل تكلفة. يعني عندك ضوين على السقف، ويفضل صراحة أربع إضاءات، ضوين قدام الموديل على السقف وضوين وراه كمان على السقف، وهيك أنت بتنشر الإضاءة بالتساوي قدر الإمكان على كل المشهد. نحكي هلأ عن ثاني خطأ بواجهوه المصورين لما يصوروا على الكروما، ألا وهو عدم توزيع الإضاءة بشكل متساوي على الخلفية. مثال بسيط، يكون الضوء على جهة واحدة، طلعوا كيف هاي الجهة مضوية أكثر من هذيك الجهة. المفروض إنه الكروما تكون من فوق لتحت، من يمين لليسار، كلها مضوية بالتساوي حبايبي. وهاي هي معضلة بدك تعرف توزع عليها الإضاءة بشكل صحيح. نصيحتي لك إنه تستخدم رأسين إضاءة للخلفية وتبعدهم، ما تخليهم قراب، على الأقل مترين بعاد عن الخلفية. فلما تضويهم ويكونوا على نفس المسافة هيك بضوي من اليمين واليسار، وبضوي لك الكروما شايفين على الدائر بالتساوي بكبسة واحدة على برامج المونتاج بالغيل اللون الأخضر كامل. كمان تكملة على موضوع الإضاءة الخلفية، الخطأ الشائع أنه الإضاءة بتكون أوفر على الخلفية. المفروض يا حبايبي الخلفية تكون مضاءة بشكل صحيح وأقل من الموديل بستوب واحد. طب يلي كيف بدي أعمل هذا الإشي؟ أول خطوة أنه أنت بتطفي كل الإضاءات، هاي نتفق عليها، بعدين بتأخذ إضاءة للخلفية لحالها، بعدين بفتح على الهستوغرام على الكاميرا. أنا شايف مثلاً على الهستوغرام أنه الإضاءة هنا كثير أوفر، فيا بعدل إعدادات الكاميرا أو بقلل قوة الإضاءة. الأسهل لي أني أنزل الآيزو على الكاميرا، بعدين بروح على الموديل بضوي عليه ضوء لحاله، وبتأكد إنه الإضاءة تكون على الموديل صحيحة. وهذا هو سبب ننتبه للنقطة الأولى، بدك تبعد الموديل عن الخلفية حتى إضاءته تكون لحاله خاصة إله، والإضاءة الباك جراوند على الخلفية لحالها خاصة إلها، تقدر تبعدهم عن بعض وتفصلهم بقواتهم. فهيك أنا بضمن إنه الموديل يكون مضوي صح والخلفية مضاءة أقل منه بدرجة، فهيك بيساعدني بالمونتاج إنه ما يكون في كلر سبيل على حواف الموديل، حتى لو انه بعيد عن الخلفيه هيك لسه ضعفناها اكثر. وبكبسه واحده كمان بفرغ الخلفيه وبتريحني بعمليه المونتاج. هلا بدناش نحكي عن خطا شائع، بس انه هاي تيبس هيك ممكن تساعدك لما تصور على كروما ملونه. إشي كثير راح يريحك بالمونتاج انت لما تعطي رمات على الموديل وتعطيه حواف بيضه، منها بتلغي الكلر سبيل، ببطل في لون اخضر على الحواف، وثانيا بيساعد برنامج المونتاج يتعرف على الحواف اسرع وبفصل الموديل عن الخلفيه احسن. لكن في مشكله راح تواجهها، انه لما تستخدم الباك لايتس بهاي الطريقه راح يضرب على الكاميرا ويعمل فلير، شايفين هاي الضوء اللي ضارب على الكاميرا، هاي الفلير كمان بتخرب الكونتراست تاع المشهد، بتخرب الظلال واللون الاسود بضرب. فشو الحل؟ بدنا نعمل لها بلوك، او بنستخدم إشي بنسميه فلاج، علم هيك الباك لايت موجود علي لكن معمول بلوك عن الكاميرا، او فلاج، هاي الكرتون السوداء بنسميها فلاج، علم بغض النظر. نحكي هلا عن مشكله كبيره راح تواجهوها لما تصور على كروما، انه يليو انا اشتريت الكروما هاي اللي بتكون 3 متر بس بدايه طلعت كثير صغير على الكاميرا، هذا اولا. وثانيا كل الاستوديو مبين، الكنب، الرفوف اللي ورا الستاندات، حتى السقف. طب شو الحل يليو؟ اجيب خلفيه اكبر؟ ما في باك دروب اكبر من 3 متر، بصفي 6 متر تلزقهم ببعض. يعني هاي الشغله الاولى بدك تنتبه لها. الثانيه انا الزق بالخلفيه ليو، يعني ابعد مشان الخلفيه تعبينا اكثر. حكينا شو الخطر اللي راح يصير الاول، انه راح تدخل عليك اللون الاخضر ويخرب حوافك. طب شو اعمل يليو؟ انا بدي كل الخلفيه وراي تكون لون اخضر مشان تسهل علي عمليه المونتاج. هون بدنا نستغل ظاهره فيزيائيه بالتصوير بنسميها الضغط البؤري، فوكال كومبريشن، وهي فكرتها لما تبعد الكاميرا عن اي شيء ظاهريا بتحس انه الخلفيه والموديل قربوا من بعض. فاللي بدي اعمله هسه انه انا الكاميرا قريبه مني تقريبا متر، تمام، عم بصور على عدسه 28 ملي. اللي بدي اعمله انه انا بدي ابعد الكاميرا ل 3 متر وارجع اعمل زوم حتى احصل على نفس الكادر اللي هو تقريبا من اعلى البطن لحفه الراس مع الفراغ الراسي هذا تقريبا. هلا اللي عملته انا بعدت الكاميرا 3 متر، فالخلفيه قربت مني ظاهريا، هي ما انا ما تحركت من محلي ولا الخلفيه تحركت من محلها، لكن مشان احصل على نفس الكادر او الاطار اللي هو تقريبا من اعلى البطن لحفه الراس هون بضطر اني اعمل زوم، فبدي احول العدسه هلا من 28 ملي ل 100 ملي. هيك اللون الاخضر سكر علي كامل. هلا اذا بدي اياه يسكر على الحواف بالكامل ببعد اكثر وبعمل زوم اكثر، لكن هون وضحت الفكره. وهون اللي صار الضغط البؤري، انه انا ما تحركت من محلي ولا الخلفيه تحركت من محلها، لكن الكاميرا بعدت عني تقريبا مترين ونص، لسه بقدر ابعدها ل 3 متر مشان احصل على نفس الكادر، هون بعمل زوم. وهذا خطا بوقعوا فيه المعظم، انه بفكروا العدسه هي اللي بتعمل الضغط البؤري. العدسه ما لها دخل حبيبي، هي المسافه الكاميرا عن الموديل
هي اللي بتعمل هاي الحركة. فهاي ممكن خدعة بسيطة تستخدمها حتى تأخذ صورة سيلفي أجمل، أو خدعة بسيطة تستخدمها بتصوير المنتجات أو بالكروم الخضراء خصوصا هون بالاستوديو حتى تقرب الخلفية من الموديل. فتامة حبايبي في أساسيات أنا ما حكيت عنها، واللي هي أشياء بديهية، مثلا ما تصور وانت في عواكس موجودة عندك بالمكان زي ستاندات أو كراسي سيلفر أو حتى إسوارة ساعة. مشكلتها انه هي بتعكس اللون الاخضر اللي على الخلفيه، فكمان بتطلع انه ايدك مثلا مكسوسه هيك مكان السواره بيطلع مفرغ. هاي الاكسسوارات الفضيه السيلفر اللوامع كلها، حتى النظاره بدنا ننتبه هاي اذا عكست لون اخضر بتتفرغ. فيفضل اذا انت بتلبس نظاره طبيه عليها قزاز انك تشيل القزازه وبس وتستخدم الاطار. هاي اشياء بديهيه يعني المعظم اللي بيستخدموا الكروما راح يعرفها من اول تجربه، لكن انا اللي كنت اركز عليه ليه اخطاء شائعه لكن مش مذكوره ما بتقدر تلاقيها على الانترنت، هي من خبره شخصيه. يعني فكره الاضاءه على السقف علي عزة حكالي إياها أنا بعد 4 أشهر حليت المشكلة وحللي إياها، طلعت إنه إضبع السقف يا ليه. فهاي أشياء أنا شاركتكم إياها من خبرتي الشخصية ومن أستاذي خليل الشويش الله يرحمه كمان، فهاي أشياء ما بتلاقوها على الإنترنت، كنت حاب إني أشاركها معكم وأوثقها بهذا الفيديو. أتمنى إني أكون أفدتكم بهذا الفيديو حبايبي. إذا عندكم أي أسئلة أو مصطلحات أو مشاكل بتحبوا إنه أشرح عنها بالفيديوهات المستقبلية تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك أو الإنستغرام @leo.hamati. تذكروا دائما إنه كل شخص فيكم مبدع يا حبايبي، لكن بطريقته الخاصة. مع السلامة.